عندنا الحجام كنقرأ في مدرسة عبد الله الشفشاوني، عندي 8 سنوات. السلام عليكم. أول حاجة كنبغي نشكر هبة بريس على المجهود ديالها البدني اللي دارت وقامت وجات عندنا المدينة صغيرة وهم جاو من بعد، كنبغي نوجه لهم تحية كاملين إن شاء الله. المهم أول حاجة، تاني حاجة كنقدم لكم راسي المهدي السحتوتي، مزاد في مدينة سيدي سليمان، أنا الخال ديال عدنان الحجام اللي كما شفتو نتوما راه دار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، هاكم دابا كلشي ولا تعرف عدنان الحجام. كنبغي نشكر الناس ديال الفيسبوك اللي دعموه اللي وصلوا هاد الموهبة اللي كانت غادا تضيع، ولكن الحمد لله الحمد لله الحلم ديالو دابا بدا يتحقق، واللي مقسم لك الله تيجازيك به. تحقق ياك؟ شنو عدنان؟ تحقق هو هو كان تيحلم يلعب مع الرجاء البيضاوي اللي هو فريق كبير، الحلم ديال اي واحد يبغي يلعب معاه، هو كان تيحلم بزاف يلعب معاه، والحمد لله ربي وفق له هاد الحلم ديالو، وغادي يلعب ان شاء الله يلتحق بالرجاء البيضاوي ويلعب معاه ويكون ان شاء الله من القدام يكون لاعب كبير. تواصلنا مع الناس ديال الرجاء، مشينا عندهم رحبوا بينا، تنشكر السي خالد مسكين جادنا من هنا من مدينه سيدي سليمان ودانا لتما النادي، ودخلنا كي دخلنا عنقونا بيديهم ماشي بجوج بربعه، اللي تعنق من هنا اللي تعنق من هنا، لقينا الابراهيمي حتى هو رجل طيب، عنقنا عنق عدنان، جاو المسؤولين تما كاملين عنقوه، جاو مهم الصحافه تما اللي تصور اللي تي فوتوغرافيك ديالهم. رجا سمي هو هذا هو اللي كتكنسل له. الاحساس ديالنا باش اتصلوا بنا نادي الرجاء البيضاوي، من حسي ما بصراحه ما صدقناش، فهمتي ما صدقناش منين عيطوا لينا ما صدقناش، دابا باقي ما مصدقينش، ملي تنشوفوا في فيسبوك ولا في مواقع الاجتماعي تنشوفوا بان عدنان عدنان عدنان، عاد بدينا تنستوعبوا بان راه عدنان راه وصل بدا تيحقق الحلم ديالو، ونتمنوا من الله يكملوا مسيره موفقه. هذا اللي كاين بصراحه الله، هو ما مشاش معايا بزاف الماتشات ديال اللي تمشي في القهوه، وقيله مشى معايا شي ثلاثه المرات ولا جوج، كيجي عندي الصالون هنا كيتفرج معايا قليل، وهو كان تيمشي لراسو كان تيمشي مع بواه اكثر، ومني كاين القهوه الناس كبار وهادي هو كيعجبو كيمشي ليها بوحدو، كيكون مثلا الماتش ديال تشامبيونز ليغ ولا هادي غادي يبدا مع 8 الا ربع مثلا في الليل، ان فوا كيسمع بان راه الماتش ديال ريال مدريد ولا الرجاء البيضاوي راه لاعب مع الوقيته مع الوقت المعلوم، كيجي يسول تقول لي المهدي ولا كيسول شي صاحب، وتلقى هو عارف بان الوقت ها معايش، يسول على الساعه شحال شويه ما حتى ما كيبقاش يخبر له الاثار فين مشى، مشى يتفرج في الماتش، تخيل حتى باه ما بقاش يبغي مول القهوه تقول له لا صافي لا جا عدنان
جري عليه، راه الدراري كبار هنا وكاين اللي تيكمل كار ولا شي حاجه، تيجري عليه تقول له راه ما مصالحوش. ورغم ذلك وكيمشي كيمشي عاوتاني، وكيجي بعد مره باه كيخاصم عليه ولا كيضربو، تقول له لا بقى حدا ماما تسخر ليها هذه هذه، هو الحفاظ وقرا قرا تمايا، وهو رغم ذلك كيمشي وكيجي والله الا كياكل قتله بعد المره. حتى لواحد النهار والله القسم على الكره، قسما بالله على باش ما يتفرجش فهاد يمشي لديك القهوه، مازال بوه تيديه. ها هو شحال من مره سخت باباك على القهوه؟ يقول لي بتيش دخان دراري كبار، تيش راه دراري كبار منك يبقى يضربوك ما تشيش. انت كتمشي للقهوه كنلقى راحتك فيها؟ اه عايش مع الماتش. تصور نحكي لك انا الاول ويكملك. وتصور واحد النهار والله الا قلت له عدنان عاد تفرج معايا هنا، كنت نبغي نشدو صحه يتفرج معايا، وكان تيسلت. واحد النهار بقينا تنتفرجوا والماتش ما كاينش واحد الحماس، هو سبحان الله العظيم مهووس. ملي كيمشي للقهوه كيلقى واحد الحماس كبير، تلقى الدراري تشد فيه من هنا اللي تشد فيه من هنا، خسرت المدري تشدوا فيه، الا خسرت الراجا مهم كاين واحد الحماس. كان بعد مره تيهرب وتيدور تيغفل تلقاه مشى للقهوه. وخا هكاك تيجي تياكل مثلا قتله ولا هذه، حتى لواحد النهار هضرنا مع بوها قلنا له صافي الدري هو وراه هو تيبغي يلعب كره، هو تيتفرج وتيقول لي تيمشي عند الدراري كبار عليه ما خصوش يمشي بوحدو وصافي، ولا تيديه هو رغم عليه يمشي للتيران. عنده بوها مسكين تيكون خدام، عنده غير السبت والحد كيمشي كيديه مع ضروري كيديه معاه يلعب معاه الكره، هذا هو اللي تيدير له خاطره. باش يمشي تفرج البارح في الماتش كانوا بعض المرات كيشدوا فيا باش نكونوا نلعب الكلاسيكو، بحال البارح حتى انا شديت فيهم. ايوا شديت فيهم، كنقول لهم راكم خسرتوا باش غلبناهم بربعه. اه شكون اللي كان لعب؟ الريال والبارسا. انت بارساوي؟ لا انت ريالي. اه عندك صحاب البارساوي؟ اه كيفاش كتعاقب انت وياهم؟ لعب معاهم عادي كرة روح رياضية، ترى الواحد يربح وواحد يخسر، كل واحد يربح وواحد يخسر. السلام عليكم، انا طارق الصديق ديال الخال ديال عدنان والاب ديالو وواحد من ولاد الحومة ديال عدنان. بالنسبة لهاد الأسطورة وهاد الموهبة هادي اكتشفناها احنا من صغر، موهبة بالفطرة يعني، ماشي يتعلم كرة ولا كان في شي اكاديميه ولا في شي مدرسه، حنا كنا سايقين فيه من الصغر. واحد النهار غادي يقدر يعطي ويوصل لشي فرقه كبيره تقنا فيه اكثر، و يعني هاد الضجه اللي دار عدنان واحد النهار كنا كنتوقعوها انا والخال ديالو، كنقولوا علاش واحد النهار ما يوصلش عدنان. وسبحان الله هذاك الشيء اللي كان عنده هو في الصغر حنا تا كبرنا عاد بدينا كنتعلموه وكنعرفوه هو في هذاك السن من 4 سنوات. انا بعدا كنا كنهضر على راسي، فاش كانت عنده 4 سنين اول مره كنشوف عدنان كيلعب الكره صدمني بواحد الطريقه اللي قلت لهم تبارك الله وما شاء الله هالدري يعني لا ما وصلش في هاد البلاد نعرفوا بان راه ما طريقه اللعب ديالو. انا وياه مدريديا كنتفقوا في واحد الحاجه، انا وعدنان كنشجعوا فريق واحد ريال مدريد، كيمشي معنا من الصغر انا والخال ديالو المقهى، كي جلس معنا مره كيوصل علينا حتى كيغفلنا كيوصل علينا. كي عزيز عليه الريال طريقة اللعب ديالو بحال ليونيل ميسي، باش ما نكذبوش هو اصلا عزيز عليه ليونيل ميسي، وكنتفقوا انا وياه في هذه المساله. واخا رياليا كنقولوا بان ميسي احسن من كريستيانو رونالدو نظرا للرجل اليسريه اللي عند عدنان، تبارك الله كيكونترولي بها لا بال، كيلعب بها، كيطلق بها باسات، كيشد بها كلاسما، يعني موهبه بالفطره. كنعاود نقولها عدنان موهبه بالفطره ما شاء الله، الحمد لله هو فرحنا فرح كاع الناس ديال الحومه. واخا انا وياه ديما الديربي عندنا ديال الرجاء والوداد، انا ودادي وهو رجاوي، واخا هكاك فرحت ليه وبغيت يوصل للرجاء وحقق الحلم ديالو. انا ما غاديش نقول لك باقي ما حققتيش الحلم، راك حققتي الحلم تحقق. ديما انت شغلك هذاك، انا بلا ما تجبد معايا الديربي قدام ديما. اه ديك انت، ولكن انا ديما انت ولا انت ديما ديما ولا انت ديما ديما انت لا دابا انت اللي مشيتي عطاوك انت اللي شوف انت اللي تهلاو فيك، عطاوك الدرابو ديال الرجاء وعطاوك الدرابو ديال الرجاء وعطاوك التوني ديما رجاء صافي كون مشيت قام فراغ وانا ماشي انا الموهبه اللي وصلت انت ودادي
ايه انا ويدادي ولكن عزيز اللي عندنا اوديو. المهم كنشكروا الصحيفه هيبا بريس اللي زعما دارت واحد المجهود وجات وكبرات بهذا الدري عدنان ويعني بغات توصل حتى هو الموهبه ديالو. كنشكروا كاع المسؤولين، كنشكروا كاع الناس ديال الفيسبوك اللي بارطاجاوه ووقفوا مع هاد الدري. كنشكروا فريق الرجاء حتى هو اللي دار واحد الالتفات لهاد الطفل وتواصلوا معنا وتواصلوا مع الخال ديالو واتصلوا به وداروا معنا واحد. هي كان واحد اتصال هاتفي مع السي القجاع، تواصل معنا شخصيا مع الخال ديالو وطلع معاه في واحد المكالمه هاتفيه. هادشي يعني ماشي غير هضره قالت، هادشي قدام عينينا. في الاول هي غتجيك بانها ماشي عاديه لحقاش كانوا ابيلات بزاف مع واحد الناس ديال الاكاديميه ومسؤولين وهادي، ولكن باش يهضر معاك السي فوزي ويقول لك انا راني معاك وكنهضر معاك ما كت سيدنا مرحبا. شي حاجه نسينا شنو سيت تفكر؟ المهم هضرنا مع السي فوزي وكان حتى هو يعني دار واحد الالتفات في هذا الدري صغير ووصلوه الفيديوهات ديالو عبر المواصل التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حتى هو كان هضر معاه وقال لنا بان اللي غادي نهضر مع مسؤولين غيتواصلوا مع الدري الصغير. وغنبغي نشكروا السي فوزي القزاع رئيس الجامعه حتى هو على هذه الالتفاته. تواصلوا معنا الناس الرجاء. استشرنا مع عدنان اللي هو المسؤول الاول والاخير، واخا دري صغير راه تيقول لك انا باغي الرجاء وباغي يمشي الرجاء وباغي يلعب مع الرجاء. درنا له الخاطر ديالو، كانوا عروض من فرق. المهم ما احنا ماشي بلا ما نسميو الفرق اللي كانوا تواصلوا مع عدنان. والله الا واحد اللقطه بقى يبكي عدنان، قلت له عاد تمشي حق هذه، قالك لا انا بغيت بقى. قلنا له عاد تمشي حق لواحد فارق، قالك لا انا بغيت الرجاء، هو بقى يدمع قسما بالله. هذه مساله مزيانه غنوضحوها الناس كاملين وغنشرحوها باش يفهموا بزاف الناس ان الطفل عدنان هو اللي اختار فريق الرجاء البيضاوي. الطفل عدنان هو اللي اختار فريق الرجاء البيضاوي، راه ما اقترح عليه حتى شي واحد. ماشي اراء ديال الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الخال ديالو ولا انا فرضت عليه شي حاجه. حنا تقاتلنا معاه وقفنا معاه صورنا حطينا في السوشيال ميديا درنا شحال من حاجه، ولكن ملي وصلنا للاطاب ديال ان عدنان يبغي الفرقه اللي يلعب فيها والمصير ديالو باش يكمل في المسيره ديالو، كيقول ثلاثه الحوايج: انا بغيت نلعب مع الرجاء وكنموت على الرجاء، بغيت نلعب فريق ريال مدريد، وبغيت نشرف المنتخب الوطني المغربي. تواصلوا معنا بزاف النوادي وكنشكروا كل شيء. كاع الاتصالات الهاتفيه جانا من جميع انحاء المملكه، بزاف الفرق، بزاف الاكاديميات بغا يحتضنوا هاد الدري، بزاف العروض، ولكن الاولى والاخرى رجعنا لهاد الدري وهضرنا معاه بالحب ديالو بالقلب ديالو شنو بغى من الصغر. قال لك انا بغيت نمشي الرجاء، وقفنا معاه توصل لهذيك البلاصه. عدنان اه كاين اه 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 صح كاين هادشي. اه بس انا اللي بغيت نمشي للرجاء. لا تبعهم بغيت فريق الرجاء البيضاوي. علاش كيعجبني بزاف؟ لا 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 نسهر بالليل كنغمض عيني أزور تارة نشوفها لي سفنت فرحة ونغبينا معاك انتي نعيشها مازال صغير عقل على أول مرة فيها شفتها توني تبسيط ما كان قلبي ضربت ما كشقتها وريش لحمي الخضرة باللي سوانا ما كانت الزتوريا مازال صغير عقل على أول مرة فيها شفتها توني تبسيط ما كان قلبي ضربت ما كشقتها وريش لحمي الخضرة باللي سوانا ما كانت الزتوريا.